السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيارة الثالثة لغزة حدثت سنة 2010 بعلاقة جيدة عملناها في المنتدى الإنساني مع مكتب معالي الوزير عمر سليمان، اللي هو أنا جلست معاه أكتر من مرة علشان أعرفه بالشغل بتاعنا وإن إحنا ملناش دعوة بالأمور اللي هي تخوف الحكومات إلى آخره. وده كان تقريبا في 2010، حوالي سبتمبر أكتوبر 2010. كان معايا وفد حوالي من 10 أشخاص، وأرسلنا كل هذه الأسماء لمكتب معالي الوزير في مصر، وانطلقنا إلى رفح المصرية. فلما وصلنا عند رفح المصرية حدث إيه؟ الضابط الأمن اللي هو موجود قال أنا ما عنديش قرار بإدخالكم للحدود لغزة. ف يعني قلت له انا جاي كذا كذا كذا، وفي ترتيب مع مكتب معالي الوزير. قال والله انا ما عنديش اي توجيهات. فاتكلمت انا مع المكتب من التليفون بتاعي مع اللي هو مدير مكتب معالي الوزير، اللي هو كان اسمه الاستاذ احمد سليمان، ربنا يجزيه الخير يعني. وقلت له، قال لي خلاص معالي الوزير في اجتماع دلوقتي وبعد ساعه كده هتصل بيك تاني. ففعلا صدق الرجل، وكان رجل صادق يعني، كان مجموعة ممتازة يعني نتعامل معها بمنتهى جيدة جدا. بعد ساعة اتصل بيا وقال لي اديني الضابط اللي موجود عندك. فقلت له اتفضل المكتب معايا الوزير. قال له تمام يا فندم، وقام واقف كده زي ما بيقفوا ايه المرؤوسين امام رؤسائهم. قال له عندك دكتور فلان الفلاني؟ قال له نعم يا فندم. قال له خلاص دخله. قال له بس يا فندم انا معايا حوالي 8 أو 9. قال له دخلهم كلهم. هنا ازاي احنا نبني الثقه بيننا وبين الحكومات؟ دي ما خدتش يوم او توصيه، لا دي خدت سنين علشان تدخل انت هناك بدون ورق رسمي هناك. المهم دخلنا جزاهم الله خير، واستقبلونا الناس هناك في المكتب بتاع الاغاثه وغيرهم في غزه. ونزلنا في كان في فندقين، فندق تملكه بعض المؤسسات السياسيه داخل غزه، وفندق الاخر تملكه رجال اعمال مستقلين. فطبعا لما سالني مدير المكتب في الداخل قلت له احنا نروح للفندق اللي ما عليهوش اي علامه استفهام، لان اي حد بيخش في الفندق الثاني بيكون مرصود من جهات اخرى، وده اللي بيحصل وللاسف، وده الواقع الحال في الحصار على غزه في هذا العام. طبعا احنا العشرة قابلنا بقى الشباب وقابلنا الجمعيات وعملنا لقاءات كتيرة جدا جدا. قعدنا ممكن بتاع 7 أو 8 أيام او 10 أيام هناك عشان نعمل حالة دراسة وازاي نحصل التواصل ونعمل مشاريع نجد من خلالها ان نخلق فرص عمل عن طريق اللي هو الانترنت والحاجات دي. كل الاشياء دي كلها بدأنا ندرسها، وكان معايا صالح سعيد، وكان معايا الاخت شهيرة، وكان معايا مجموعة كبيرة جدا يعني الحمد لله. وقابلت حبايبي اللي انا قابلتهم في سنة 1997، يعني من قبل 13 سنة، اللي هم كانوا معايا في لجنة الزكاة وجم استقبلونا، وكانت ايام جميلة جدا، عملنا فيها محاضرات الى اخره الى اخره. وخرجنا من هناك بعد ما خدنا كل هذه الداتا وخرجنا بها الى الخارج في من غزة، يعني باعمال جديدة نريد ان نعملها، وعملنا شراكات بيننا وبين كتير جدا من الجمعيات اللي موجودة هناك بالاضافة للإغاثة الاسلامية. فلما راح بينزل لمثل هذه الاماكن في سلوك او خلق لابد الانسان يلتزم به، ان هو الحذر والانفتاح والشفافية. بمعنى ايه؟ انت بتنفتح على صاحب القرار اللي هو ادانا القرار من القاهرة، بيعرفك بيثق فيك خلاص مفيش مشكلة ابدا. وانت داخل انت بتتعامل في معيته، من معيته سواء كان في الحدود المصرية او في حدود في الداخل، يعني ما تبدأش بقى تغلط وتعمل اشياء عبيطة بلهاء هنا وهناك علشان ما تحرجش صاحب القرار. يبقى بالتالي حذرك يكون في عدم احراج صاحب القرار، خاصة دي شخصيات كبيرة وادارات كبيرة، فبالتالي لابد انك تحافظ على كينونة الجهاز اللي انت من خلاله اخذت التزكية. مش انا وبعض الطوفان، مش زيارة واحدة ونمشي، لا، عشان لا يكتب عليك اي شيء غلط. السلوكيات دي تجعلنا ان نكبح جماح عواطفنا حينما نذهب للاماكن ولا نلتقي باي شخصيات سياسيه، لا هنا ولا هنا. حتى الاوتيل اللي احنا جلسنا فيه كان اوتيل يمتلكه رجال اعمال وليس مجموعه
سياسية تبع لحزب معين داخل البلد في هذا الوقت. ومع ذلك لم يسلم الأمر، وممكن الناس تتهمك ويعملوا كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالدرس المتوقع ناخده احنا من هنا مننا ان هو بناء الثقة، الشفافية، الالتزام بالمعايير، وعدم الخروج بعواطف وعمل أشياء تكون غير مش عارف أسميها إيه، غير حكيمة. سلوكك هنا يكون في الحكمة وفي الحذر وفي الحيطة وفي الشفافية وفي احترام صاحب القرار دخلك مثل هذا المكان. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.